حادثة باللغة التركية ما بين طرفين. دونك قبل ما نبداو فيديو اليوم، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناة يدخل يشترك، غادي نخلي لكم الاسم ديالها هنايا، ضغط على زر الاشتراك او صابوني او سبسكرايب ويفعل ديك الجرس تيتو باش كل صامي ينزل اي فيديو تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا بيه. واش تيم مستعدين؟ ليتس جو. دونك اي كونفرساسيون طبيعة الحال كنفتتحوها بواحد الكلمة اللي هي متداولة عند الجميع، فاحنا يعني بالدارجة كل واحد وش اللي كيكتب. كاين اللي كيقول لك غير السلام عليكم، كاين اللي غادي يقول لك مرحبا، كاين اللي غادي يقول لك سالو، كاين اللي غادي يكتب لك ديك سالو اون ابريجي جوست اس ال تي. دونك باللغة التركية الا بغيت نفتتح حوار مع شي تركي، دونك يكفي انني نقول له مرحبا. دونك مرحبا باللغة التركية مرحبا 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 مرحبا. دونك هو غادي يرد عليا بنفس الكلمه وغادي يقول لي مرحبا. دونك انا بغيت نسولو على الاسم ديالو، بغيت مثلا نقول له ما هو اسمك، كيفاش ممكن اننا نقولوها باللغه التركيه؟ دونك ادني 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 ادني. دونك هو غادي يجاوبني وغادي يقول لي مثلا انا اسمي احمد. دونك باللغه التركيه بنيم ادم احمد، بنيم ادم احمد، بنيم ادم احمد، بنيم ادم احمد. دونك بحكم انني سقسيتو، هذا امر طبيعي انه يسقسيني نفس السؤال ويقول لي وانتي شنو اسمك وانتي ما هو اسمك. دونك هنايا ممكن يسولني بطريقتين مختلفتين، اما يقول لي سام اظنه او يقول لي فقط سام، وهي كتعني نفس المعنى. دونك انا غادي نجاوبو وغادي نقول له اما، دونك هنا غادي نعطيكم جوج اقتراحات، اما نجاوبو ونقول له بنيم اظن هند او لا بن هند. دونك اختاروا الجواب اللي كتشوفوه نتوما سهل بالنسبه لكم. دونك انا غادي نسقسي وغادي نقول له كم عمرك، شحال في عمرك، شحال في السن ديالك. دونك كاتش ياشن داسن، كاتش ياشن داسن، كاتش ياشن داسن، كاتش ياشن داسن. دونك هو غادي يجاوبني وغادي يقول لي مثلا انا عمري 26 سنه. دونك باللغه التركيه بان يرم الت ياشن داين، بان بمعنى انا، يرم الت هي 26، ياشن دايم بمعنى سنة أو عمري. دونك هو مثلا غادي يسولني وغادي يقول لي سان بمعنى أنت، يعني إما يقول لي سان كاتش ياشن داسن. دونك باش ما يكون شي واحد النوع ديال التكرار، واحد النوع الرقاقة في الأسلوب، يكفي أنه يقول لي سان وأنت. دونك أنا إما نقول له بان يرمي ألت وبلا ما نكمل ديك ياشن دايم، أو نقول له بنده بمعنى أنا وياك عندنا نفس السن، باش ما نعاودوش نفس الأجوبة. دونك كنتمنى أن يكون هادشي هذا واضح وما يكونش فيه واحد الالتباس. مهم أي حاجة ما فهمتوهاش انطلاقا من هذا الفيديو هذا، ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم أسفل هذا الفيديو. أنا مثلا سقساني وبغى يعرف الجنسية ديالي، كيفاش ممكن أنه يطرح عليا هذا السؤال؟ ما هي جنسيتك؟ دونك ما هي جنسيتك باللغه التركيه؟ نيريلس 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 نيريلس. دونك انا غادي نجاوبو غادي نقول له انا مغربيه. دونك انا مغربيه باللغه التركيه بان فاصليم، بان فاصليم، بان فاصليم، بان فاصليم. وانا طبيعه الحال انا نبغي نعرف الجنسيه ديال هذا الشخص هذا اللي كنهضر معاه. دونك يكفي انني نسولو ونقول له سان بمعنى وانت. دونك هو غادي يجاوبني مثلا وغادي يقول لي انا تركي، بان تركو، بان تركو، بان تركو، بان تركو. دونك لنفرض مثلا هو سولني على العمل ديالي، ما هو عملك او ما هي مهنتك، كيفاش ممكن اننا نقولوا هذا السؤال هذا باللغه التركيه؟ دونك ايشينيز ندى، ايشينيز ندى، ايشينيز ندى، ايشينيز ندى.
دونك انا غادي نجاوبو غادي نقول له انا اخصائيه في العلاج الطبيعي والفيزيائي. دونك كيفاش ممكن نقولوا هذا بالتركية؟ دونك غادي نقول بان فيزيكس ثيرابيست، بان فيزيكس ثيرابيست، بان فيزيكس ثيرابيست، بان فيزيكس ثيرابيست. دونك بحكم انه سقساني على المهنه ديالي فانا بدي نبغي نعرف المهنه ديالو، غادي نسولو وغادي نقول له بسان بمعنى وانت. دونك هو مثلا غادي يجاوبني وغادي يقول لي انا طبيب، بان دكتوروم، بان دكتوروم، بان دكتوروم، بان دكتوروم. الوغ الا بغيتو تنهيو هاد لا كونفرساسيون هادي دونك كنقولوا مثلا سررت بمعرفتك او تشرفت بمعرفتك. دونك باللغه التركيه çok memnun oldum، çok memnun oldum، çok memnun oldum، çok memnun oldum. ممكن ترد عليه بنفس هذه الكلمه çok memnun oldum او فقط كتكتفي وكتقول له بنده. وبالتالي متابعي الكرام وصلنا لنهاية الفيديو هذا، كنتمنى انه يعجبكم، ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاكم باذن الله تعالى فيديو جديد محتوى مختلف بلمسه خاصه. خليت لكم راحه، سلام عليكم، باي باي.